مرحبا، بدنا نحكي اليوم بهذا المقطع عن أسباب صفار العين أو ما يدعى باليرقان، وعند العوام بسموه الصفار. اليرقان هو عبارة عن اصفرار في بياض العين أو الجلد أو الأغشية المخاطية. هلا اليرقان اللي بدنا نحكي عنه هو اليرقان اللي بصيب الكبار، لأنه في يرقان اسمه يرقان الوليد، وهذا رح يحكي لكم عنه في مقاطع أخرى أطباء الأطفال. اليرقان له أسباب عديدة، بس عادة هو ينتج عن ارتفاع في نسبة البيلوروبين، اللي هي مادة بتنتج عن تكسر كريات الدم الحمراء، وإلها نوعين، نوع احنا بنسميه غير مرتبط أو الغير مباشر، وهي عادة تكون موجودة في الدم نتيجة تكسر كريات الدم الحمراء، والنوع المرتبط اللي بيتم ارتباطه بالكبد أو بسموه البيلوروبين المباشر. هلا الأسباب الرئيسية للصفار أو اليرقان هي بداية أسباب دموية، وهي تيجي تحت بند أو مجموعة أمراض الدم الانحلالية أو فقر الدم الانحلالي، هذا الجزء الأول، وعادة بتكون على حساب البيلوروبين غير المباشر أو غير المرتبط. الجزء الثاني الأهم أو الأكثر شيوعا هي أمراض الكبد أو اضطرابات الكبد اللي ممكن تصيب الخلية الكبدية أو ممكن تصيب القنوات الصفراوية داخل الكبد أو خارجها. هلا أهم الأمراض أو الأكثر شيوعا اللي إحنا بنشوفها عادة بتسبب اليرقان هي التهابات الكبد الفيروسية الحادة، زي التهاب الكبد A، التهاب الكبد B، التهاب الكبد C الفيروسي، مع انه السي عادة نشوفه بشكل مزمن. ايضا التهابات الكبد المزمنة التي تؤدي الى تشمع كبد بتكون احدى الاسباب المهمة لليرقان او الاصفرار، على شاكلة التهاب الكبد المناعية، التهابات الكبد الفيروسية، التهابات الكبد الاستقلابية، التهابات الكبد في الركودية زي الامراض بنسميها primary biliary cirrhosis. هلا من الشغلات المهمه جدا والشائعه ايضا هو الانسداد في القنوات الصفراويه خاصه الخارج كبديه، ايضا هاي تؤدي الى حدوث يرقان، زي لما بصير عندنا حصوه بتسد القناه الجامعه، القناه المراريه الجامعه. احيانا ممكن ظهور كتل في القنوات المراريه او اورام ممكن تؤدي الى ظهور اليرقان، احيانا اذا كان في عندنا انضغاط من الخارج، يعني ممكن من راس البنكرياس، ممكن من الامعاء، تؤدي الى تسكير في القنوات الصفراويه، هاي كلها كمان بتؤدي الى ظهور اليرقان. بشكل عام الامراض الكبديه او انسداد القنوات الصفراويه بتكون عاده ارتفاع البلوروبين على حساب البلوروبين المباشر، وبهاي الحالات غالبا ما يعني بيكون البول متصبغ باللون الاصفر والبرواز بيكون فاتح، يعني يغلب عليه اللون الفاهي. الجزء الثاني انه بتختلف درجه الصفار بحسب قوه او شده المرض، ففي حالات بيكون فيها صفار شديد بيبين بشكل واضح على الشخص، وفي احيانا يا دوب يعني انه نشوفها على بياض العين. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها إنه في متلازمة اسمها متلازمة جيلبرت، وهي المتلازمة متلازمة خلقية بصير فيها ارتفاع في نسبة البلوروبين غير المباشر، وسببها إنه منذ الخليقة، من لما يولد الواحد بيكون في عدم قدرة الكبد على ربط البلوروبين بشكل كامل، فبيؤدي إلى ارتفاع بسيط في نسبة البلوروبين غير المباشر في الدم، قد يظهر أحياناً. الإشي اللي بيأهب إنه هذا الصفار يبين في هدول الناس اللي عندهم المتلازمة هاي، اللي هو إنه يمرض، يصير عنده حرارة، يتعب تعب شديد، الحالات هاي ممكن يبين مع الصفار، وهي حالة أقرب إلى ما تكون فسيولوجية ما إلها علاج. النقطة الأخيرة إنه اليرقان هو دائماً هو من العلامات المهمة اللي ممكن تكون لأمر بسيط وممكن صراحة تكون لأمر مهم، فأي شخص بصير عنده يرقان أو في حدا بيلاحظ اصفرار في بياض العين عند شخص آخر المفروض إنه ينبهه ويسعى لاستشارة الطبيب. وزي وزي شيء من كل شيء.